أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصبح الخروج من التكرار من عالم الأزياء وتكرار الملابس النسائية وخاصة كمان العبايات النسائية هو هدف الكثير من المصممين والمصممات هنا في السعودية. هم بيحاولوا أنهم يقدموا اختيارات وخيارات مميزة وجديدة للمرأة التي لا تتوقف عن البحث عن كل ما هو جديد ومميز. معي ومعكم اليوم مصممة العبايات السعودية نسرين رويحي. صح؟ قلتها صح أخيرا. أهلا بك نسرين. يعني إحنا مرة شعب وخصوصا إحنا المرأة السعودية يعني متطلب للغاية ودائما تحب تكون متميزة، وأنت ما شاء الله طلعتك اليوم متميزة كم. بس اللي أنا عرفت عنك أن أنت دراستك كانت في الفنون الإسلامية، صحيح؟ من الفنون الإسلامية لتصميم العبايات. يعني هل فعلا الدراسة حقتك أثرت في اتجاهك لتصميم العبايات؟ طبعا دراستي كفنون إسلامية من جامعة الملك عبد العزيز كان لها مرة تأثير كبير، لأنه أحيانا كثير تكون الخبرة بتعطي فرصة أنك أنت تبدعي أكثر. طب إيش أكثر شيء فادك من دراستك؟ الألوان لحالها في تخصصي هذه الحالة ساعدتني مرة بس كثير. بس أنا شايف العباية تصميمها جدا مودرن، صح؟ بالضبط. والفنون الإسلامية يعني أكثرها بتكون إسلامي، تراديشنال، كلاسيك. لا، ما بتكون أكثرها تقليدي. في الأول يمكن إحنا بندرس الأساسيات اللي هي التقليدية، بعد كده بنحط إحنا بصمتنا الخاصة فيها، بنحولها من تصاميم كلاسيكية بحتة لتصاميم فيها ابتكار أكثر. طب كيف نسرين حطت بصمتها في عالم العبايات مع إنه يعني أنا أقول لك يمكن ما كنت حتى أعرف ما شاء الله تبارك الله مصممات، بس مع استضافتنا ليهم هنا في البرنامج لقيت ما شاء الله كثير من بناتنا في السعودية وخصوصا هنا في جدة متجهين لتصميم العبايات، فأنت كيف يعني بتتميزي وسط كل هذا التنافس؟ طبعا أنا اللي بحاول دائما أفكر فيه أنه أنا ما أحب أني أخص نفسي في جهة معينة. ممتاز. إحنا والمشاهدين قاعدين بنتفرج على تصاميمك وعباياتك موجودة معنا على الشاشة الآن، وفعلا هي متميزة. يعني الألوان رائعة ما شاء الله تبارك الله، حتى اللي أنت لبسها ترى أنا يعني لفتت نظري جدا. بس أنا حباكي تتكلمي أنت عن بصمتك، يعني هل هو اللي الألوان توزيع الألوان ولا الخامات ولا إيش بالضبط اللي صمم نسرين؟ أنا اللي بعتمد عليه الاثنين. نسرين. أنا اللي بعتمد عليه الاثنين مع بعض، لأنه الخامة تخدم الموديل. في حالة إذا كانت الخامة جيدة فأنا تصميمي حيظهر. صحيح. لكن مهما كان التصميم رائع ومميز، في حالة الخامة كانت أقل من المفروض تكون فما حيظهر إبداع التصميم. طب ليش العباية؟ لأنه هو العامل المشترك للمرأة السعودية. يعني عادات وتقاليد تحتم علينا لبس العباية في مجتمعنا، فهي النقطة المشتركة عليها كل السيدات السعوديات. هل كنت أنت تبغي تبدأ في العباية ولا لقيتي عشان هو الأمر هو أكثر ربحا؟ أنا ما فكرت من جهة ربحية. أنا حاولت أني أوصل لكل سيدة سعودية. في التصاميم أشياء تانية ممكن ما أوصل لكل سيدة، لكن في تصميم العبايات فهي كل سيدة إلا هيكون لها جانب معين أو ميل معين لزوج. طب كيف بتلاقي الإقبال على تصاميمك؟ هل أحد بيقول لك أوكي أنا حابة كذا بس غيري لي كذا أو سوي لي كذا؟ هل بتعدلي بتقومي التعديل على تصميمك اللي أوريدي يعني صممتيه؟ والله هو ما بيكون تعديل جذري، هو التصميم بيكون واحد، لأنه لازم أنا أفرض بصمتي على العباية اللي أنا بنفذها. لكن أحيانا بيلعب دور الاختيار اللون، يعني أنا حبي للألوان أكثر. الملون انت اميل للعبايات الملون اكثر. يمكن دحين كمان احنا قبل يعني انا ما افتكر قبل 5 سنين كنا نلبس عبايات ملونه، صح؟ بالضبط. يمكن بالضبط. كمان الان جميل. اقبال هل هذا فرضوا المصممات زي حضرتك مثلا علينا احنا المستهلك، ولا هل هذا كانت رغبه عندنا احنا يعني للمستهلكات؟ هو الرغبه من الجهتين، هو الرغبه بيكون من المستهلك كمان لسبب، لانه حسب كمان طبيعة عمله. أحيانا عمله بيكون مثلا بتكون مرأة عاملة محتاجة أن هي مثلا بتخش في الصباح كثير، ما في داعي أنها تتقيد باللون الأسود عشان لا يجمع حرارة وتحرق. بالضبط. وتحب التميز. ومرة السعودية بشكل عام يعني تميل إلى التميز في كل حاجة. هذه السنة شفت العباية البيضة. بالضبط. بالضبط، نزل العباية الأبيض والأبيض في الأسود، نزل كثير طبعا درجات الألوان يعني أصبح بس أبيض. يعني إحنا كان سبحان الله كيف إحنا خصوصا هنا في المنطقة الغربية الأبيض العبات البيضة يعني ارتبطت معانا
بالعمرة والحج. بالعمرة والحج صحيح؟ بالضبط. بس الآن صار بيتفننوا فيها كثير، هل أنت كمان عندك عبايات بيضاء؟ والله أنا في مجموعة الجديدة في كل ألوان، حيكون في من ضمنها اللون الأبيض، لأن أنا أشوف أن اللون الأبيض لون بالعكس جميل صح؟ ويلبق على يمكن بشرات مختلفة. في ألوان تقيد المرأة بشرة معينة. أنه لما يعني نميل إلى الأبيض والألوان أكثر يعني فقدت العباية قدرها أو قيمتها؟ بالعكس، لأنه أول شيء أنا مجموعتي فيها مجموعة للناس اللي حابة أن تكون التصاميم باللون الأسود، لأني لازم تحط حرية الاختيار للعميل، ما تقدر تجبريه أنه هو يلبس لون من الألوان، خاصة ممكن هو تكون بيئته صعب عليه أنه هو يلبس اللون الألوان. يعني هي ما هي خرجت من نطاق أن هي تكون صراحة عباية إلى صارت فساتين. والله هي ما صارت يعني احنا بنشوفها على هيئه فساتين، يمكن لاننا احنا ما تعودنا على وجود الالوان، لكن كل ما بيكون الوقت اكثر الناس بتتعود على الالوان، كل ما بتشوف ان الموضوع اصبح عادي، خاصه انه هو الاساس منها هو الستره او الحشمه. صحيح. فهي فهذا الشيء هي ما فقدت هذا الشيء، بالعكس هي فضلت بنفس الطريقه، بس انه لعبنا بس في اللون مو اكثر. طب نسرين حكيني عن يعني رحله الابداع عندك، مثلا لما تيجي خلاص قعدتي في بيتك او ما اعرف انت اتيليه ولا فين بتصممي، كيف تبتدي معاكي اول رحله التصميم؟ هي تبتدي اول شيء بفكره بسيطه. ممكن الفكره من فين بتجيكي؟ هي بدات بنفسي أنا. بدأت أحب أني أنا أسوي أشياء أو أصمم موديلات خاصة بي لشخصي مو لأحد تاني. بعد كده بتبدأ تلفت نظر مثلا إطار العائلة، من هنا بتيجي الفكرة، لما تحس أنه في تأييد. أحيانا الإنسان يكون عنده موهبة بس ممكن ما يكون حاسس فيها، ممكن اللي حوالين هم يدعموه أنه هو يعني يستمر في هذا الشيء. هنشوف عرض أزياء ليكي للعباية؟ والله إن شاء الله إن شاء الله، هذا شيء يعني من طموحي فإن شاء الله أنا بفكر في هذا الموضوع. نسرين إحنا نتمنى لك كل التوفيق وشكرا ليكي ولقدومك هنا ولطلتك، نهنيك على هذه الطلة الجميلة. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا متابعين معكم سيدتي، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، في سوبر مام، شفاء النفس بالموسيقى وطرق أفضل للإقلاع عن التدخين.